رمضان بالنسبة لي من أحسن، يمكن أحسن شهر كيدوز لي في السنة حقيقة، لأن في واحد شوية السكينة والرحمة كنزل مع سيدي ربي، وعاد كيبقى وقت كبير للعائلة. كنوض في الصباح كنتريد شوية، موراها كندخل الكوزينة مع المرأة كنطيب، لأن كيعجبني طيب بزاف، كنحيد ستريس شوية صافي. والإفطار مع العائلة دائما، ومرة مرة ساعة ساعة كنمشيو عند الناس، كيجيو عندنا ناس العائلة ولا الصحاب، واستوديو في الليل خدمة الحمد لله. وأغلبية الأغاني ديالي اللي بصح عملوا صدى طيب كانوا في رمضان. بالنسبة لي عندي ثلاثة الأعمال إن شاء الله، واحدة سينجل غتكون ديالي، وواحدة إن شاء الله مع واحد فنان عالمي دابا تعرفوه، وأغنية إن شاء الله ديو مع كرافاتا حتى هي. فثلاثة الأغاني إن شاء الله مساعدين مزيان باش ندوزو التور ديال بروموشن واللي في فيستيفال اللي كاين داخل الوطن وخارجه. كما دائما كاين اللي مزيان وكاين اللي شويه، فهذا دليل ان الناس اللي كتخدم بزاف كيكون عندهم حظ اكبر في انهم الاغاني ديالهم ينتشروا اكثر. وبالنسبه للناس اللي يلاه كيحاولوا فيزيدوا يحاولوا ان شاء الله حتى الجمهور يرضى عليهم باش يعطيوا اللي عنده كامل. حقيقة انا دائما كنت مقيل في السوشيال ميديا، وواحد الانسان اللي كان اعتمد بزاف على الريل لايف، يعني الحياه الحقيقيه، ولكن اكيد بموازات كنحاول ما امكن ان نخليو الناس قرابين منا، ولكن كنحاول ما امكن نستغل السوشيال ميديا دائما في الخدمه ديالي ماشي في اي حاجه اعتباطيه.